الإرهاب لا دين له ولا عرق، ويمكن أن تنمو الأفكار المتطرفة في الغرب كما في الشرق. جرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين في الغرب تجلت قبل الوصول إلى الاعتداء الأخير في نيوزيلندا، وانطلاقة هذه السلسلة الدموية في السنوات الأخيرة كان عند هجوم مسجد كيبك في كندا عام 2017. مساء يوم 29 من يناير 2017 شهد المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبك إطلاق نار كثيفا أدى لمقتل 6 أشخاص وجرح 17 آخرين، وتم التعرف على المتهم بأنه ألكسندر بيسات، وهو كندي تبنى أفكار اليمين المتطرف ومواقف معاداة الهجرة. وأيضا في سنة 2017 أقدم رجل أمريكي على شن هجوم قطار بورتلاند في ولاية أوريغون في 26 مايو، حيث طعن شخصين حتى الموت وأصاب ضحية ثالثة بعد مواجهة الجاني لإطلاقه عبارات مهينة وعنصرية ضد المسلمين. وفي السنة عينها انتقل التطرف إلى بريطانيا عند حادثة دهس المصلين في لندن، والتي راح ضحيتها قتيل وعشرة جرحى. أما آخر اعتداءات اليمين المتطرف فهي في نيوزيلندا، والذي صنف إرهابيا حيث قام مسلح بالهجوم على مسجدين مليئين بالمصلين، مما أسفر عن مقتل 49 شخصا حتى الآن، بينما اعتقلت السلطات 4 من المشتبه بهم.